اللي ولعت في هذا الحين بين كتيبة الأكسجين وكتيبة الشيفت يا غالي. بيكاسو بواحدة والشيفت بثلاثة، أسبقية وأفضلية الآن. شوف 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 يا مقابلي، شوفوا هذا ريال مدريد. مش ممكن ومش معقول، بالمنجل يصطاد الدين المهبول، شردهم كورهم عذبهم قتلهم عمل هالة محبالهم، بالمنجل والفضيحة دارها لهم. وش هذا يا بيكاسو؟ وش هذا يا مجنون؟ وش هذا يا مروع؟ لماذا أنتم لو حاسدين ولو حاقدين أسطورة الأساطير ويفعلها بالمنجل؟ بابا شوف الامتياز مضغوط بشكل شديد جدا من قبل فريق الشيفت لحد الان، يعني كل لاعب على لاعب ومش تاريخ لهم مجال. وشوف عندك كمان ابو كرم، شوف البي اي بي من فوق، يعني اخوي اخوي عبده من البي اي بي من فوق والشيفت من تحت، مش رحمين الامتياز اطلاقا. نعم. هيا هم والشيفت. نعم 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 صراحه دو اخونا عذبونا جننونا في خريطه كالاري هبلونا. هنا اشتباك بين كتيبه الامتياز افريكا وبين كتيبه الشيفت، ولكن ايضا فريق البي اي بي من فوق يضربون يقصفون ويحاولون ازدياد الكلات. شوف هذا روجان 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 روجان، لكن بخطأ روجان داون روجان داون. ام سي اس اساطير والفي اي بي، ويتم استبعاد المعظم كتيبة الشيت في هذا الحين. الفي اي بي بصراحة مباراة مش عادية. هنا كتيبة تيم مالك وكتيبة الاكسجين، من سيصطاد الثاني هذا الحين؟ جرينادا جرينادا حذاري. شوف شوف تيم مالك يا غالي، الاكسجين وتيم مالك، يا سلام ولعت في هذا الرهان. اعصار وبركان ودمار زلزال في هذا المشوار بصراحه يا مكافيلي بين كل اللاعبين. نعم نعم بالفعل لحد الان تيم مالك يا لا 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 مش معقول، نهائيا في الماتش الثانية كمان كوادرا كيل يا رجل. يا سلام يا سلام يا سلام إيمار يا عم يدور عم يدور عم يلعب يا ناكازاكي إسبورتس والإبريدي بي إكس آخر ماتش. يا سلام بيربيزينو بيربيزينو بكنات أنت بالأوف المنجل المنجل المنجل. لا 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 مش عندي مش عندي مش عندي قد الرجل. يا سلام زينو 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 يا زينو مزينها يا زينو يا زينو وين يا زينو؟ مرة تانية دمع بالاي دبليو ام باليون في يطلع ويا ساتر عبد الدخل والاول طاح لسه 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 النخزاكي بخطر والنخزاكي يشيلها النخزاكي يروح بأعلى سلام. يا سلام كان عندي فقط يعني